كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير، يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد غادي نقدموا فيه الفواكه المعسله والمجففه بزوج. اول حاجه غادي نبداو نصليو على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هتشوفوا معنا هنايا، شوفوا هادو اللي كنديروا بهم الفقاس، نزينوا بهم الحلويات. وهادو اللي نشفناهم، درت عليهم شويه سنيده ونشفناهم، كيجي المذاق ديالهم ولا اروع. يلا بقاو معنا باش نشوفوا الطريقه والمقادير اللي غادي نستعملوا فيها. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوا، عندنا هنايا الدلاح، غادي نوريكم كي غادي نقطعوه. المهم انا غادي نحيد الدلاح، كنحيدوا هذا الجزء الاحمر. طبعا غادي ناكلوه ونحيدو هذا الجزء، هذا كامل هذا الاحمر نحيدوه. هذا الجزء الاحمر كله، ماشي بحال الكوفيتي اللي كنت درت معاكم، هذا غادي نحيدو كاع هذا الاحمر، يبقى لنا غير البيض. صافي، غادي دابا نحيدو هذا الجزء اللي هو بيض بحال هكا، يعني حيدنا هذا الجزء الاخضر كامل، يبقى لنا غير هذا البيض. صافي بحال هكا، هذا هو اللي غادي نحتاجو حنا. غادي نقطع هاني هذا اللي نحيدلو الدلاح، نحيدلو هذا الاحمر ونخليه بحال هكا، ونقطعو طريفات صغار ونرجعو. بعد ما قطعنا هذوك القشور بحال هاد الطريقه، بحال هكا مربعات صغار، دابا غادي ندوزو باش نطيبوهم. غادي ناخذ واحد الكاميله، غادي نخوي فيها هذوك القطع اللي قطعنا، الكميه اللي بغيتو نتوما. انايا هاد الكميه هي اللي بغيت ندير. غادي نضيفو الماء الكافي، نضيفو الماء الكافي باش يطيبو لنا. غادي نديرها فوق البوطه ونخليوها حتى طيب مزيان، ماشي طيب مزيان يعني 100%، يعني مازال تابعه الطياب. غادي نطيبوها غير واحد شويه ونصفيوها من الماء، وعاد نوليو نزيدو لها السكر باش نعسلوها. بعد ما طيبوا لنا هذوك القشور ديال التلاح بحال هكا، كيجي يطيبوا شويه، دابا غادي نعسلوهم. غادي نعبروا بالكاس، عندنا جوج تقريبا، جوج غادي نكملو ديك الكمية، شي جوج ونص ولا ثلاثة كاع. غادي نزيد عليهم كاس ديال السنيدة وكاس ما، غادي نخلطوهم وغادي نحطوهم فوق البوطة. أصلا هما راهم طايبين من السطيبة، غادي نحطوهم فوق البوطة حتى يتعسلو مزيان، حتى كي نبقاو نديرو بحال هكا غادي نوريكم، بحال هكا يولي لنا بحال العسل. ومن بعد نكملو الطريقة. القطع اللي كنا درناهم طابو، شوفو حتى تعسلو ونشفو، شوفو ما بقاش كاع الماء. هاهو دابا غادي نقسموهم باش نديرو لهم الألوان. أنا كنحتاج الأحمر كتر، داكشي علاش غادي ندير الأحمر كتر من الألوان الأخرين. متخليهمش يطيبو حتى يهراو، يعني يكونو شاد راسهم. أنا قسمناهم دابا، دابا غادي نديرو لهم الألوان. هذا غادي نزيد له اللون الأحمر، نخلطو مزيان.
هذا غادي نزيدو له الملون الاخضر بنكهه البيستاش. دابا ما غاديش يبان لهم مزيان حتى يشربوا يشرب شويه وينشفوا شويه. وهذا غادي ندير له الملون الاصفر بنكهه الحامض. هادو هما الفواكه ديالنا بعد ما درنا الالوان، غادي نخليهم ينشفوا يشربوا شويه ونجمعهم في بواطات. هما الفواكه ديالنا المعسله بحال بعد ما توجدات. هيا شوفوا، ها هي تحلفوا عليها الا ديال السوق. والمذاق ما نقول لكمش، كيجي المذاق ديالو واعر. نتمنى انكم تجربوهم. بالنسبه لهذه قسمتهم، هذه غادي نخبيها، وهذه غادي نزيد عليها شويه سميده، وغادي نخليهم حتى ينشفوا ونستعملوهم في هكا مع الحلويات اللي غادي نديرو في عاشوره مع الفقاقس. نخليهم حتى ينشفوا مزيان ونوريهم.